جريمة من أكتر الجرائم المربحة في العالم. أرباحها وصلت ل 150 مليار دولار في السنة. سلعتها الأساسية مش السلاح أو المخدرات، سلعتها الأساسية هي الإنسان، الإتجار بالبشر. جريمة وصل عدد ضحاياها في العالم ل 40 مليون رجل وامرأة طفل. الغرض منها هو استغلال الإنسان بأشكال مختلفة، زي العمل القسري في ظروف استعبادية، منها الحبس والعمل لساعات طويلة بدون راحة، من غير أجازات وأجور ضعيفة، وفي ظروف غير أدمية، استئصال الأعضاء البشرية. يتم استغلال الإنسان بغرض نزع أعضائه، إما قسراً أو عن طريق الخداع. زواج الصفقة، واللي بيجبر فيه ولي الأمر الفتاة على الزواج المؤقت للحصول على مقابل مادي. الاستغلال الجنسي عن طريق تهديد وابتزاز الضحية. استغلال أطفال بلا مأوى كمان شكل من أشكال الإتجار بالبشر. النوع ده من الإتجار بالبشر بيتضمن أشكال متعددة من الانتهاكات، لأن الأطفال بيتم استغلالهم في العمل القسري زي التسول وترويج المخدرات أو نزع أعضائهم. أي حد فينا في لحظة ضعف معرض أنه يبقى ضحية للإتجار بالبشر. المتاجر بيعتمد على يأس الضحية وظروفها الصعبة أو جهلها بهذا النوع من الجرائم، وأحيانا المتاجر أو السمسار بيكون شخص مقرب من الضحية وبيعتمد على خداعها عاطفيا، وبيستخدم طرق معتادة زي عزل الضحية عن العالم الخارجي والتغيير الدائم لمكان تواجدها والتهديد والتعدي النفسي والعنف الجسدي. القانون المصري رقم 64 سنة 2010 بيحمي ضحايا الإتجار بالبشر وبيعاقب مرتكب الجريمة بعقوبات تصل للسجن المؤبد. لو تعرضت لأي شكل من أشكال الإتجار بالبشر أو شكيت في تعرض حد ليها، ما تترددش وبلغ السلطات أو اتصل بالخط الساخن للمجلس القومي للطفولة والأمومة على 16000.